اتفاقية الجزائر، الاتفاقية كانت صمام الأمان لعلاقات طيبة، هي اسمها اتفاقية حسن جوار أو اتفاقية الجزائر. عليه لازم نرجع إلى حسن الجوار. حسن الجوار يتطلب من الجانبين التعاون، لكن التعاون العراقي كان منقطع النظير، بالمقابل التعاون الإيراني كان يشوب بعض النقاط التي أخفقت، منها في شط العرب رفضت إيران التعامل مع شط العرب على أساس الانحراف الاصطناعي الذي حدث، ولدينا 3 نقاط بهذا الموضوع وتم إبلاغ الجانب الإيراني بذلك. حقيقة لدينا ملفات 3 رئيسية ممكن أن تكون هي الورقة الأكثر حراجة. الملف الأول هو شط العرب والانحراف الفوهي، والجانب الإيراني بدأ يحدل ويضيف مناطق باتجاه معاكس لشط العرب مما زاد الانحراف باتجاهنا. هذا يدعونا إلى أن نقدم بورقة فنية زائد خرائط تعتبر مثل ما يقول وفق تسلسل تاريخي تبين هذا الانحراف. الموضوع الثاني هو موضوع 200 دعامة الإضافية التي توضع، والموضوع الثالث وهو الأخطر هو 42 نهر مقسمة على 3 تصانيف، الصنف A والصنف B والصنف C، أليف باء جيم. هذه الأنهار مؤشرة لدى الجانب العراقي ومؤشرة مع الجانب الإيراني، وهي مؤشرة مع المحافظات المشتركة. احنا عندنا 11 منطقة حدودية بين البلدين، هذه المناطق تعتبر من قوم سري الحدود، وهي عاملة ومثبتة، العمل فيها سيذلل قليل كثير من العقبات. أنا أقولها بصراحة من خلال خبرتي، وأنا الأقدم الآن في هذا الموضوع بعد الحاج محمد الحاج حمود وفي هذا المضمار، وأنا خضت كل الجوانب الفنية، أنا أقولها بصراحة لا يمكن أن نصل إلى قرار حكومي قبل أن نعد العدة بخلاصة كاملة عن كل بروتوكول باتفاقية شط العرب التي فيها كثير من المضامير، منها الزراعة ومنها الرعي ومنها تهريب المخدرات. هذه كلها ملفات اتفاقية الجزائر.